يا حبيبي تلات كاميرات أمارات يا ناس صوروني. أيام ما والدك ووالدتك عرفوا بعض. تمام. عرفوا بعض إزاي؟ ما بعرف. شو بعرفني؟ ما سألتهمش؟ لا شو بعرفني؟ وانت صغير كانوا بيغنوا لك إيه عشان تنام؟ يلا تنام يلا تنام لا تبح لا طير الحمام روح يا حمام لا تسدي بضحك عقري ما تتنام. أغرب حاجة كنت تخاف منها وانت صغير اللي هو انت يعني انت الوحيد بتخاف من حاجة زي دي؟ بخاف من العتمة. من العتمة؟ الضلمة هنا في مصر. ضلمة. أكبر مصيبة عملتها وانت طفل؟ مرة حطيت زميلتي وراي أخذت الموتور بتاع ساعي البريد وطلعنا مشوار تمام يعني ولدني هيك قمت عملت حادث كمان ودخلت في سور وقعنا في النهر. كرتون بتحبه وانت صغير؟ توم أند جيري طبعا. تمام. ساندي بيل ريمي. قم ضع يدك في يدي قم تحمي غدك وغدي نفتدي أرضنا بالدماء نفتدي ساسوكي. طيب أول حب في حياتك؟ حب الطفولة. بنت الجيران. بنت الجيران عندنا أغنية بنت الجيراني أبوك وصاني الله بالذهب لا تبيعي إلا بميزاني. أول واحد دخلك على طريق الصياعة كان مين وعمل فيك إيه؟ شاب اسمه غياس نابلسي. غياس. أول واحد عرفك على الصياعة. أول حاجة غلط عملتها في حياتك. أول واحد أخذني على مدارس البنات مشان نوقف ونتفرج على البنات.